التعاوني العامري فتت من بين التعاونيات اللي مثيره في الجدل يعني في المغرب بصفه عامه، واش التعاوني ما بغاش التالي؟ نعطيك فكره على التعاونيه هذه. فعلا هي تاسست في 1991 من طرف ناس وسطاء، كانت المداخل ديالهم جد محدوده باش خلصوا الارض. تقريبا كلفت واحد 5 سنين ديال الوقت باش خلصوا الارض. ملي كملوا الثمن ديال الارض صوبوا التصاميم ديالها. اول حاجه بداو بها هو التصميم ديال التجزئه والتصميم ديال الاقامه اللي كتشوفها قدامكم. في 1998 حصلوا على الترخيص ديال التجزئه، ومن بعد حصلوا على الترخيص ديال الاقامه، ثم الترخيص ديال الفيلات. في 2001 سلموا الناس البقع ديالهم في الفيلات والديور، 8 ديال الديور، وبداو كيتبنوهم داك الوقت، ومن داك الوقت هما الناس كيستغلوهم وساكنين وفرحانين وناشطين على راسهم بخير، ما كاين حتى شي مشكل. يعني بالنسبه لك التعاونيه راه خدامه ما كاينش اشكال؟ حتى العمارات حتى كتشوف فيهم، هادو راه بداو كيتبنوه في 2000 و 2004 بداو كيتسكنوا، من داك الوقت هما الناس كيتسكنوا، هما ساكنين وغادي تدخل الشقق وغتشوف راه شقق فاخره، راه ماشي راه هو مشروع اجتماعي ولكن راه فاخر اللي جيتي كتشوف بالنسبه لسميتو كتشوف الحي كيفاش داير ديال الفيلات وكتشوف لا ريزيدونس. تخول نقول لك انا نتحدى اي واحد في مدينه الدار البيضاء يقول لي لا اقامه في المساحه ديالها 10000 متر كاري يلاه بنيه فيها 2000 في الارض، وما تبقى كله مساحه خضراء وباركينغ. ما كاينش في الدار البيضاء كلها، ما كاينش في الدار البيضاء كلها بلان بحال هذا. جيبوا المهندس المعماري من بلجيكا، من بلجيكا. اي سميتو شقه عندها جوج ديال الواجهات، جوج الواجهات، والباب ديال الشقه كيعطي مباشره للزنقه الاقامه. يعني ما كاينش هادي كاع في الدار البيضاء كلها، ما كاينش. انت تهضر على شي البعض يقول انا كاين سائل كان غير لائق، وبان السكن اللي دار ماشي هو. شوف وغتصور بعينك وغتدور على المشروع كله وغتشوف هاد السكن غير لائق كيداير. 2010 سكنت ما عنديش مشكل، مرتاح مع الاخوان ديالي مع الجيران ديالي. انتم كتشوفوا السكن كيفاش داير الحمد لله. المكتب السابق كان مزيان، كل شيء بخير وعلى خير. حاليا حنا دابا بغينا الوراق ديالنا ما لقيناهمش. دابا من 2018 مشى المكتب القديم اللي هو اسس التعاونيه وجا مكتب جديد، فمع الاسف كاين. شنو الاوراق اللي ما عندكمش؟ ما عندناش لي تيتر، لي تيتر ما كاينينش، ما كاينش بيرمي دابيتي، ما كاين والو، ما عندناش الوراق. ملي كنقلبوا عليهم كسائر الناس اللي هنايا كيقلبوا، كاين الناس خاسره فلوس هنايا ولكن مع الاسف الوراق ما كاينينش. سي محمد، انتم في هذه الحياه هذا في التعاونيه العامريه واش مرتاحين؟ ما عندكم لا مشاكل لا والو؟ لا، المشاكل اللي عندنا من ناحيه الراحه، من ناحيه الجغره، من ناحيه كل شيء مزيان. المشكل اللي عندنا هو لي تيتر، ما عندناش يعني ما عندناش واحد السند قانوني اللي نقدروا. انت استقريتي في هذه الحياه هذا؟ تقريبا 2016 بصفه دائمه. كنت من بين اعضاء تاع التعاونيه ولا جيتي غير؟ انا بعقد تفويت، بعقد تفويت. يعني المشكل اللي كان هو ما كناش عارفين هذا الشيء غادي يتطور هكذا، كنا كنسحبوها تكون سميتو التحفيظ وداك الشيء اللي كلاطنو ديال لي تيتر كاينين. لحد الان ما كاين والو. انتم ما عندكم لا تسجيل لا يعني لا تيتر لا والو؟ لا تيتر لا عقد لا سميتو، ما كاين حتى حاجه من هذه الناحيه.